السلام عليكم اخوتي اخواتي، مرحبا بكم على قناه الحميدي. هذا اليوم حقيقه غنخصو خصيصا باش نهضر فيه على بعض النصائح اللي مهمه بزاف بزاف بزاف، خصوصا التلاميذ المقبلين على الامتحانات الاستدراكيه، وان شاء الله ما بقى لنا الا ايام قليله ومعدوده باش اننا يعني ندوزو الامتحان. اذا الناس اللي كتشاهدني على اول مره، كنتمنى حقيقه انها تنزل تحت تبارك على زر صابوني ثم تفعل الجرس باش توصل بالجديد. اذا خوتي، انتم مقبلين على الامتحان ديال الاستدراكيه، نصيحتي لكم الاولى وهي ضبط الوقت. بمعنى ضبط الوقت، وانا كنعرف اش كنقول، لان شحال من التلاميذ اللي فيكم النهار كنكون يعني في الحراسه ما كيعرفوش كيفاش يضبطوا الوقت ديالهم. بمعنى اخر، الا كنتي انت مثلا في اللغه العربيه وعندك ثلاثه السوايع، يعني في الامتحان ثلاثه السوايع غتقسمها جوج سوايع غتخصها النصوص القرائيه، وساعه واحده غتخصها لدراسه المؤلفات. وانا كنقول لك جوج سوايع، راه كون اكيد الا ضبطتي الوقت ديالك راه غدير فيه على الاقل يعني هذا كاع الا كثرتي ساعه و40 دقيقه والمؤلفات يعني الا خدات لك الوقت تقريبا غتاخذ لك واحد ساعه حتى هي، يعني من في الكتابه في الورق ديال الوساخ ثم النقل على ورق التحرير. بمعنى اخر، انا كتحط لي الامتحان، انفو كتحط لي الورقه ديال الامتحان، كنقرا الاسئله، كنعرفوا بعدا واش النص نظري ولا النص تطبيقي، كنعرفوا اي اتجاه معين، فمباشره يعني كنقرا النص ديالي وانا واخد السيلو ديالي والورقه وخدام كنكتب تمايا. لان علاش كما قلت لكم، لانك تصوروا معايا راه هذه المسائل كنت ديجا شرت ليها في الحلقه اللي دازت، وهو انكم كتبقاو تقراو النص، خصوصا يعني النص النظري كيكون نص نظري طويل، كتبقاو تقراو فيه المره الاولى وغتقرا فيه المره الثانيه ملي غتبقى تخرج، يعني على الاقل المره الاولى ومره الثانيه ها واحد 5 دقائق او لا يعني 8 دقائق مشات لكم في القراءه. ثم ملي عاوتاني غتبقى تقرا تخرج القضيه المحوريه والقضايا الفرعيه، ايضا عاوتاني غتقرا واحد 4 دقائق ولا 8 دقائق، هي 16 دقيقه، وعاوتاني غتبقى تخرج الطريقه المعتمده والاسئله المعتمده تقرا عاوتاني واحد 4 دقائق. اذا لاحظوا معايا الوقت ديالكم فين كيضيع لكم. الوقت كيضيع غير في التفاهه، غير في التفاهه. نقرا النص ديالي وانا ستيلو ورقه قدام كنخطط، انا عارف مثلا عندي في النص النظري راني عارف غيقول له مستخرج الطريقه المعتمده، اذا غنسطر انا على الطريقه المعتمده، اعتمد هنا اسلوب الاستنباط، اذا نسطر على اسلوب الاستنباط ونكتب في ديك الورقه الاستنباط، الا يعطيونا مثلا هنا الطريقه المقدمه والعرض الخاتمه، اذا غنكتب هذه المسائل. ايضا في الاساليب، انا كنقرا المره الاولى ومره الثانيه كنقرا النص ديالي وانا كنسطر على الامور، علاش؟ ملي غنوصل للتحليل غنلقى على الاقل انني حددت هاد المراحل او الخطوات او لا الطريقه والاساليب الى غير ذلك، فبالتالي غادي نكون انني قطعت شوط كبير خصوصا على مستوى الوقت. اخوان راه هادشي كنقول لكم راه قسما بالله العلي العظيم، وطبقوه حرفيا، كونوا اكيدين على ان الوقت غادي يبقى لكم الوقت الكافي ديالكم. اذا هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه وهي التنقيط ديال الورقه. الاخوان راه رجاءً راه المقدمة اللي نتوما كتبقاو حاصلين فيها وكتكتبوا فيها جريدة، راه عليها غير النقطة حتى النقطة ونص، بعض المرات جوج النقط، بعض المرات يعني جوج النقط، وخصوصا يعني بعض التلاميذ فيكم خصوصا اللي كيكون داير النقلة، وتصور خصوصا اللي جاتو شي حراسة يعني مزيرة وهذا، وكتلقاه مقاتل غير مع النقلة باش يجبد غير المقدمة. الإخوان راه هاد المقدمة أنت اللي كتعطيها الأولوية راه كلها عليها غير جوج النقط، وغايدين جوج النقط الى حيتها من 14 تبقى يعني 12 نقطة كلها المباقي. إذا علاش نتوما غتبقاو تزيرو راسكم في هاد المسائل هادو وعليها يعني جوج النقط، والباقية كله كما قلت لكم عليها 12 نقطة، والخلاصة الإخوان راه الخلاصة بوحدها عليها 4 النقط. وعلاش الخلاصة في نظركم كيعطيوها 4 النقط؟ لأن ما يمكنلكش تنقلها كاع نهائيا، ما يمكنلكش تنقل الخاتمة شنو كيعطيوك فيها؟ إلا لاحظتوا معايا كيعطيوك فيها يا إما غتحلل النص طبعا بعد ما كتجمع المعطيات ديالك كله، بدا يعني من المقدمة ثم التحليل ديالك وصولا إلى الخاتمة، كتجمع دوك المعطيات ثم كيعطيوك واحد القولة انطلاقا من النص، خصوصا كنهضر على النص النظري، كيعطيوك واحد القولة وكتحللها. الإخوان راه المقدمة راه ما كتنقالش عباد الله، راه ما كتنقالش المقدمة،
وكاين اللي بعض فيكم اللي كيدرسوا ذكي خصوصا يعني في دوك المنهجيات كياخذ دوك المنهجيات من الانترنت ويشدهم يدير لهم كوبي كولي على الخاتمه. الاخوان دوك المنهجيات شكون كيحطهم؟ شكون كيحطهم؟ الاساتذه. اذا الاستاذ راه انا ملي كنكون كنصحح مثلا انا ملي كنكون كنصحح وراه كيكون التلميذ باين راه باين الاسلوب ديالو كيفاش داير يعني وكيختلف. ما يمكنش المقدمه تكون نقلها وتجي انت في العرض تكون كتحل انت وتجي في الخاتمه تنقل. راه باين المستوى ديال التلميذ من يعني من المستوى ديال شي نص جايبو داير له كوبي كولي وحطو تماياك. اذا رجاء الاخوان خصوصا يعني في هذه الخاتمه هذه كتبقى لكم يعني كتبقى لكم يعني كتبقى لكم ما كيبقاش لكم الوقت خصوصا ملي جات عليكم يعني شي حراسه كتضغط عليكم. الاخوان بقى لكم جوج سوايع، الاخوان بقى لكم ساعه، الاخوان بقى لكم ربع ساعه، والتلميذ كي يعني كيكون كيتضغط وعامل الوقت وناري ما وصلتش للخاتمه وناري ما درتش كذا وما كتعطيوش الاولويه للخاتمه. إذا نصيحتي لكم هو الخاتمة ركزوا عليها. عباد الله راه 4 النقاط على الخاتمة، راه إلا كانت 10 النقاط على داكشي الآخر والخاتمة بوحدها عليها 4 النقاط. أما خصكمش تضيعوا الخاتمة، أما خصكمش تضيعوا الخاتمة. حقيقة كنهضر بواحد الحرقة لأن كنحس هادشي بالكلام كيطيحوا في هاد الأخطاء هادو. ما بغيتكمش حقيقة خصوصا يعني الناس ديال الاستدراكية ما بغيتهمش يطيحوا في هاد الخطأ هذا اللي هو خطأ فادح جدا. كما قلت لكم النصيحة الأخيرة وهي ديال يعني ديال الحراسة. وحقيقة يعني راه ما كاينش شي أستاذ اللي غيبارطاجي معكم هذا الشيء. هذا أكثر حاجة عندنا يعني عند الأستاذ هو أنه يصحح ويحرص الحراسة ثم تصحح. الإخوان راه كاين بعض الأساتذة سامحهم الله اللي كيبقى ضغط عليك على المسألة ديال الوقت لأن باغي غير فوقاش يخرج، باقي غير فوقاش يخرج. خصوصا يعني التلاميذ نتوما كترتكبوا اخطاء اللي هي خايبه بزاف، غير كيخرجوا واحد 3 ولا 4 صافي كتبقاو نتوما تبعوهم. الا خويا عندي انا 3 السوايع ديالي و 3 السوايع ديالي. راه لا اعتقد بان المصحح توصل جوج سوايع ولا نصعب بدا يمعني عليك لا نوض نوض بحالك وغير يمعني عليك طبعا لان باش تمشي بحالك انت، ولكن انت راه عندك 3 السوايع، عندك فرصه يا اخوان، فرصه باش دير الباك ديالك، فرصه الاستدراكيه راه فرصه كبيره. راه الناس اللي جايبين 9 جايبين 8 ضربوا على 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 المونسيو، ضربوا على الميزه في الباك ديالكم. انا كيبقى فيا حقيقه الحال ملي كيصيفط لي شي تلميذ كيقول لي يا استاذ واش عندي امل؟ ما عندكش امل، راه عندك راه خصك تضرب على المونسيو ديالك في الباك عباد الله. خصوصا يعني هذه المساله كيديروا لكم ديال كيحصفضوا لكم باعلى نقطه. جبتي 15 في الاجتماعيات اسيدي، ما نركزش انا على الاجتماعيات اكثر بقدر ما نركز مثلا على العربيه اللي جاي فيها انا 5 او 6. اذا خوتي رجاء بالنسبه كما قلت لكم المصحح ما تسوقوش ليهم، ما تسوقوش المصحح راه كيدير خدمته. ايضا حتى انت دير خدمتك، ما تعمرش راسك بديك لا مازالت لك ساعه، مازالت لك ربع ساعه، لا مازالت لك قسمين، لا مازالت لك كذا. ضبط الوقت ديالك كما قلت لكم في الاول، ضبط الوقت ديالك، شد الكرونو ساعه حتى قدامك، ساعه عاديه حتى قدامك، جوج سوايع ان شاء الله غادي نخصها للنصوص القرائيه وساعه غادي نخصها لدراسه المؤلفات. اذا خوتي خواتاتي الى حدود الان كنضرب لكم موعد في موضوع جديد في حلقه جديده. ما تنساوش انكم تهبطوا لتحت تبركوا على زر الاعجاب ثم تابوناو في القناه، ثم ما تنساوش الله رجاء بارطاجيو مع خوتكم. وما تنساوش في الحلقات الماضيه راه درت لكم يعني بالنسبه للناس اللي ديال سواء يعني في المسلك ديال الاداب سواء يعني في المسلك ديال العلوم الانسانيه راني قلت لكم شنو غتحط لكم بالدوره الاستدراكيه. اذا رجاء فرصه كبيره عندكم باش تاخذوا الباك ديالكم، فرصه كبيره باش تاخذوا الباك ديالكم يعني بميزه عاليه. اذا الى حدود الان اضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله. اذا الى اللقاء.